صارت الساعة شي أربعة، أنا فايتة لجوا. عندك سكتي، بدك تضربني؟ فكرتك حدا تاني. انت شو عم تساوي هون؟ انا ما قلت لك ما تجي. انتبه، في حدا هنيك، بظن هذا الشخص يلي بدك اياه. مين؟ انا شو بعرفني؟ طيب المفروض تعرفه لحالك. سكتي. انت شو عم تساوي هون؟ انا ولا شيء. شو عم بعمل هون؟ هو انا يعني انا اجيت بس كرمال انقذها، بقصد براتشي. وفي حدا؟ ما بعرف لسه اذا في حدا، ما بعرف. يلا. ممتاز، فكرت حالي انتهيت، كنت انكشفت، بس منيح أنا بأمان. بس وين بدي أتخبى؟ لقيت المكان المناسب. أبهشيك ميرا ببيتك. صارت الساعة 6 إلا ربع تقريباً، يعني المفروض رامبير يكون وصل على البيت، بس ليش ما رجع على البيت؟ ما كان لازم يروح يوصلها لبراتشي. ليش مهتم ببراتشي كل هالقد؟ هي ما بتستاهل هالاهتمام، ليش هو ما عم يفهم؟ بس بالحقيقة هو ما كان لازم ينقذ براتشي ويخاطر بحياته من الأساس، ليش هيك مهتم فيها؟ رح أسأله وينه. تفضلوا. عالم عليك، انتبهي وانتي عم تمشي. انتبهي منيح. هي ابني انا منيحه كتير يا جماعه، ما تفكروا اني تفرتشت. هي غلطتها لمعدوله انها حاطه الممسحه هون، ما بتحط ولا غرض بمكانه. انا لساتني بصحتي وبعز شبابي كمان. انا رايحه اشوف. خلينا نفوت هلا. رامبير تفضل. شهانه فوت. رامبير كانه الدكتور طول معه. هلا انتي احكي معه واسأليه وينه. ها بيكون قلقان بعجقة السيرم الصبح بكير. ما في داعي، قلقانين بدون سبب، خلص انا منيح. لا رامبير لا تقول انك منيح، انت انصبت وشوف ايدك كيف انخدشت وعم تنزف.